أنا عبد الرزاق بن إمام. عبد الرزاق بن إمام. مرحبا بكم. كل الجماعة أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مقر الخلافة العالمية للطريقة الجامعية. هضرهم باللغة تاع ونعم الطريق. ياه. ونعم الطريق. ونعم الطريق. شيخ جعفر بلغ سلام الخليفة إلى الجماعة ككل. نعم والترحيب ترحيب بهم باسم الخليفة. نعم خليفة نبيه على في مدينة الأهوار هذا من جراء السلام عليكم. جماعة أقول جزاكم الله خير على هذه الزيارة اللي جيتوا من بلادكم إلى عين مالي زور في مقام الشيخ هنا في مهد الشيخ رضي الله تعالى عنه. بريم أغاسي أتاس جيرانا أمدان تموات أي ماضي أمدان وزورتك وزورت كل المريدين التجانيين على مستوى ماليزيا كلها إن شاء الله. خلاص تعالوا هو الكلام اللي بالفهم يفهموه رب ما تمشوا لكن ما يقولون يفهمون ما يقولون هي ما عليه مش مرحبا بهم مش احنا هذه هي المواقف المحبة الإنسان يشقى إلا حبيب من يدر إلا بريفة من يشقين المحبة اللي بيننا وبينكم وبين مقاطع ويعجلها محبة إن شاء الله لله خالصة ويعجلها إن شاء الله من السبعة اللي ربي يظلوا يوم ظل إلا بريفة متعافلة في الله ما بيناتنا كما قالت لا تجارة ولا نسب إلا محبة الله سبحانه وتعالى محبة الله هي رها فيها إن شاء الله نصح وفيها عبادة وفيها تواجد وفيها تراحم وفيها كل الأشياء إن شاء الله أجل إن شاء الله ربي على أحسن أمنيتكم إن شاء الله يوفقكم ويحفظكم ويحفظنا إن شاء الله من هذه البلوات وأهلا وسهلا مرة أخرى في داركم وفي زاويتكم ومع إخوانكم الأشرار أهلا وسهلا ومرحبا بكم وهذا بعد بعض الأشرار سيدي محمد سيدي حمد سيدي عمار سيدي علام سيدي محمد سيدي البشير سيدي الأحسن سيدي حمد عمار سيدي عبد الجبار سيدي حمد سيدي حمد حيدا هذا بعض الأشرار راهم هنايا معكم ومرحبا بكم وسهلا اللي سيدي التحريك راح يكون عندي تعرف سيدي ما نقول لكم الله كان معاك راه كان معاكم كاع في تكبير المهم مرحبا بكم وسهلا ثم دابينا الزياره هذه ان شاء الله نطلب الله سبحانه عز وجل تتكرر باش مسلسله كالمسلسل كما قالها باش ما تنقطعش وهذه هي المحبه وفي ماليزيا نظن اندونيسيا نظن مع كل المريدين بقوه تجاريين ان شاء الله. اندونيسيا نظن هي ما تنفق 200 مليون لكن سنه. هذا السؤال 250 مليون انا راني نقصت 50 تجاريين كانوا بقوه. ان شاء الله كنت شاعر. كاين زوايا وكاين امور اما عندنا في فوربولينغو جاو سربيا زاويه 100 اذن لدرتين
192 زاوية. 192 زاوية. هذا سيدي حميدة وسيدي عبد الجبار. هو سيدي عبد الجبار ولي خليفة الناس. هذا قلت هذا النظر الكبير في ولاية سيدي عبد الجبار. وراه كاين خط مباشر من عندكم الى هنا من الجزائر في الطاهره ولا تمشوا على يقولوا لي سكال عندكم خط مباشر من اندونيسيا حتى للجزائر جاكرتا جاكرتا كوكب لا 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 يحولوا الطائرات مازال ما خرجوش من الدول لا عندنا ساعات في قطر لا ساعتين 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 منعتكم من اندونيسيا قطر ومن قطر الجزائر نعم ايوه خلاص الاسكان لا بد في قطر حتى الريحان لا بد في قطر من قطر الى الجزائر نعم سبعة حبنا وساقنا وطلبنا فينا قاع الحمد لله.